وصلنا بحضراتكم مشاهدين الكرام إلى هذه التغطية الإخبارية المستمرة معكم على شاشة إكسترا نيوز، والتي نبدأها من جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية. حرصت جدا، مش أنا بس، أنا وكل المصريين، على أن احنا نخفف ما أمكن على أشقائنا في قطاع غزة. احنا من أول يوم وحتى من قبل كده كنا حريصين جدا جدا على أن المنفذ بتاع رفح يبقى فرصة، يبقى سبيل، يبقى مسار لتقديم المساعدات وأيضا لإغاثة اللي مطلوب إغاثته. أكد إن إحنا مستمرين وحنستمر في الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى نصل إن شاء الله إلى دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال جاء في إطار جهود الوساطة المكثفة التي تبذلها الدولتان لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل المحتجزين، حيث تم في هذا الصدد استعراض آخر تطورات جولة التفاوض التي تستضيفها القاهرة حاليا. وأكد الرئيسان أهمية التزام الأطراف المعنية كافة بتذليل العقبات وإبداء المرونة لإتمام الاتفاق. وقد حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد على تأكيد التوصل لاتفاق فوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يكتسب أهمية فائقة في هذا التوقيت الدقيق، سواء لضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية الكارثية بالقطاع أو لإنهاء حالة التصعيد ولتجنيب المنطقة ويلات توسع نطاق الصراع، بما لذلك من تداعيات خطيرة على شعوب الإقليم كافة. هذا واتخذت مصر سياسة واضحة وموقفا صارما لدعم سكان قطاع غزة منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي، انطلاقا من إيمانها بضرورة مساندة القضية الفلسطينية، حيث أكدت مرارا رفضها لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم. المزيد في سياق هذا العرض والزميل كريم الخوري. مشاهدينا أهلا ومرحبا بحضراتكم. سياسة واضحة وموقف صارم اتخذته الدولة المصرية منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي، وذلك لدعم سكان القطاع انطلاقا من إيمانها بضرورة مساندة القضية الفلسطينية. وكان ضمن أهم المواقف الحاسمة هو تأكيد مصر مرارا رفضها لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم. موقف مصر الثابت جاء إثر رؤية استباقية لمخططات الاحتلال والتي تهدف لتهجير الفلسطينيين من شمال غزة للجنوب بادعاء حماية المدنيين، إلا أن الهجمات المتزايدة على شمال وجنوب القطاع فضحت الخطة الاستيطانية للاحتلال والتي تهدف لدفعهم إلى اللجوء إلى سيناء، يتبعها تصفية الضفة الغربية من سكانها ودفعهم إلى اللجوء إلى أجزاء في الأردن. موقف مصر جاء بسبب ما يترتب عليه من توسيع لرقعة الصراع وما يمثله من تهديد لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل والتي جنبت المنطقة صراعا كان من الممكن أن يعصف بالمنطقة، كما يؤدي هذا التهجير لتصفية القضية الفلسطينية باعتبار أن الحل المعترف به دوليا هو تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 والعودة إلى مبدأ حل الدولتين. ومن هذا المنطلق جاءت الرؤية المصرية لوقف سيناريو التهجير عبر حشد الرأي العام الدولي، وذلك للحفاظ على الحق الفلسطيني وفقا للتشريعات والقوانين الدولية، وذلك على الصعيد الدبلوماسي واللقاءات الثنائية والقمم الدولية،
بجانب أيضا التنسيق مع الجهات الفاعلة دوليا لتبني قرارات لصالح القضية في مجلس الأمن، والذي أوقفه الدعم الأمريكي والبريطاني والفرنسي المعلن لإسرائيل. وفي خضم تلك الأحداث تمكنت مصر من انتزاع مواقف دولية وإقليمية برفض تصفية القضية الفلسطينية والوقوف ضد انتهاكات لحقوق الإنسان المتمثلة في حصار وتجويع الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا بوصفها قضية ترقى لقضايا جرائم الحرب، وهو ما ظهر في قمة القاهرة للسلام واللقاءات والاتصالات الثنائية بين القيادة السياسية ودول وقادة العالم. وجاء الموقف المصري واضحا سواء من خلال القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بإقامة دولة فلسطينية، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وكذلك أيضا من خلال تصريحات الرئيس السيسي. هذا بجانب الزيارات المكوكية واللقاءات السياسية للقيادة المصرية على المستوى العربي والإقليمي لاستصدار قرارات موحدة بشأن العدوان على غزة ووقف أعمال الإبادة الجماعية والعقاب الجماعي الذي ترتكبه سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. وفي الوقت ذاته عملت مصر على دعم الأشقاء الفلسطينيين عبر فتح معبر رفح منذ اليوم الأول للعدوان، واستقبال المصابين والحالات الحرجة وتوصيل المساعدات للقطاع، فضلا عن تقديم مصر النصيب الأكبر من تلك المساعدات لتوفير الإمدادات اللازمة لعدم تخلي الشعب الفلسطيني عن أرضه. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا حول الموقف المصري الصارم والرافض بشكل قاطع لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم وتحركاتها على المستويين الإقليمي والدولي لخلق رأي عام داعم لهذا الموقف. شكرا لكم على طيب المتابعة. مسارات عديدة سياسية وإنسانية تتخذها مصر لدعم الشعب الفلسطيني، وذلك في إطار أولوية وقف العدوان الإسرائيلي المستمر ولتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع، ما يعكس الدعم المصري المتواصل للشعب الفلسطيني. نتابع تلك المسارات في العرض التالي.
لمزيد من النقاش وتفاصيل بينضم إلينا الآن هاتفيا الأستاذ صلاح مغوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. بعد تحية لك أستاذ صلاح، يعني أبدأ معك بالموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية. حفاظ مصر على موقفها تجاه القضية الفلسطينية، كيف يدعم القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها على حساب أمن مصر القومي؟ طبعا مصر من الدول القلائل التي ما زالت تدعم القضية الفلسطينية منذ بدء هذه القضية في عام 48 وحتى الآن، حتى في الأزمة الأخيرة مصر هي التي ما زالت تدعم القضية الفلسطينية، وهي التي ما زالت تحافظ على ثوابتها حتى الآن، ولم يتغير الموقف المصري قيد أنملة من هذه القضية رغم ما يحدث وما يعصف بها من تطورات، سواء تطورات إقليمية أو دولية أو ما يحدث من اعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة. الموقف المصري ما زال ثابتا، ما زال راسخا. مصر دعمت القضية على مدار تاريخها، حتى الآن الموقف المصري هو الذي وقف حائط صد أمام المؤامرات التي تحاك ضد هذه القضية من محاولات عباسية لتصفية هذه القضية. مصر هي التي دعت إلى حل الدولتين باعتبار أنه هو الحل الأمثل لحل هذا الصراع الذي امتد على مدار 75 عاما وما زال مستمرا حتى الآن. مصر هي التي يعني أصدرت العديد من البيانات منذ أزمة 7 أكتوبر حتى الآن، والتي شددت على أنها ضد تصفية القضية الفلسطينية وضد موضوع التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أراضيه ومن بيوته. القاهرة هي التي دعت دول العالم إلى ضرورة التدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى جانب أنه مصر حرصت طوال هذه الأزمة أن تكون داعم رئيسي للحق الفلسطيني أمام كل العالم وأمام الأمم المتحدة وأمام مجلس الأمن الدولي وأمام أروقة المؤسسات الدولية، وهي التي دعت مرارا وتكرارا إلى أن تكون القضية الفلسطينية محور لاهتمام دول العالم حتى يتم حلها الحل الأمثل والحل المشروع الذي يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه المحتلة في عام 1967. مصر التي دعمت ضرورة أن يتوقف العدوان الإسرائيلي، وهي التي ما تزال تبذل جهودا حثيثة على الرغم من التعنت الإسرائيلي المستمر حتى الآن تجاه يعني دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. لا، القاهرة لم يتغير موقفها، والموقف المصري ثابت وما زال مستمرا على الوضع الذي كان عليه قبل هذه الأزمة وما زال مستمرا حتى الآن. بنرى يعني مشهد آخر متعنت في سياق المفاوضات التي يعني يقوم بها الوسطاء الآن من الجانب الإسرائيلي، هذا التعنت والاستمرار في عرقلة المفاوضات بهدنة، ولكنها هدنة مشروطة بشروط معينة وضعها نتنياهو على حساب يعني المنطقة التي شهدت سنوات من الاستقرار، وهنا يعني أقصد الاتفاقات الموقعة بين مصر وإسرائيل بتضمن السلام في هذه المنطقة. كيف تنظر إلى موقف نتنياهو بهذه الشروط الذي وضعها شريطة قبول الهدنة؟ هو طبعا نتنياهو والحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تحكم إسرائيل الآن، مواقفها الآن وضحت أمام العالم بأن هذه الحكومة ضد السلام وضد مشروع السلام الذي قامت على أساسه الاتفاقات خاصة بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، لأنه اتفاقات أسلو التي وقع عليها الجانبان وقعت عليها حكومة إسرائيل الآن يتحدثون بشكل فج عن عدم يعني موافقتهم على إقامة الدولة الفلسطينية، وأنهم لن يوافقوا على إقامة هذه الدولة تحت أي شروط. الآن يمنعون رئيس الفلسطيني محمود عباس من دخول قطاع غزة، ويحاولون بكل الطرق
وبكل الأساليب أن يفرضوا هذا الواقع الجديد بغية عدم الوصول إلى تحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني. الإسرائيليون في نهجهم المستحدث الآن أمام العالم بدأوا وكأنهم يتحدثون عن يعني أفق جديد لعلاقات سياسية جديدة بعيدة عن المعايير الدولية وبعيدة عن الشرعية الدولية وبعيدة عن حسابات يعني علم السياسة الذي ينص على ضرورة احترام المواثيق واحترام الاتفاقات الموقعة. يعني حكومة إسرائيل هي التي وقعت على اتفاق أوسلو 1 و2 التي كانت برعاية أمريكية واضحة أمام العالم بأسره. الحكومة الإسرائيلية هي التي وقعت على هذه الاتفاقية. الآن يتملصون من هذا الاتفاق ويحاولون أن يعني يلغوه تماما ويحاولون الإيحاء بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية، وكأن الشعوب التي يتم احتلالها يحاولون إطفاء الشرعية، وهذا مناقض تماما للقوانين الدولية وللشرعية الدولية التي تتحدث عن حقوق الدول التي تخضع للاحتلال. وإسرائيل هي دولة محتلة بطبيعة الحال لأراضي الغير ووفقا للشرعية الدولية والمقررات الدولية بدءا من القانون من القرار 196 انتهاءا بالقرارات الجديدة التي صدرت سواء عن مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية مؤخرا، والتي دعت إسرائيل بشكل واضح إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية، بدليل أن هناك دولا حتى دول غربية ودول من الاتحاد الأوروبي اعترفت مؤخرا بالدولة الفلسطينية، ولم يقتصر الأمر فقط على الدول العربية التي اعترفت منذ أمد بعيد بدولة فلسطين إلى جانب بعض دول أمريكا اللاتينية بطبيعة الحال. الآن الحديث يدور عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. هذا هو الحق الفلسطيني الأصيل والمشروع وفقا لقرارات الشرعية الدولية ووفقا لقرارات القانون الدولي ومقررات ما يعرفه العالم أجمع. لكن طبيعة الحال إسرائيل لديها نهج آخر، لديها يعني أسلوب آخر في الحديث عن الحقوق من وجهة نظرها، ويتحدث نتنياهو باعتبار أنه هو الذي يفرض أجندته، بدليل أنه حتى المفاوضات الأخيرة التي كانت قاب قوسين أو أدنى من التحقق في شهر يوليو الماضي عندما يعني وافقت جميع الأطراف على الاشتراطات التي وضعها الوسطاء، وفوجئنا بأن بنيامين نتنياهو خرج علينا بشروط جديدة وبمتطلبات جديدة بهدف إفشال هذه المفاوضات. الآن الحديث يدور عن محور فيلادلفيا ومعبر رفح، وكأن نتنياهو هو الذي يجب أن يتحكم في المحور والمعبر، وهذا مناقض بطبيعة الحال للقرارات الدولية، لأنه المعبر له اتفاقية والمحور وفق الاتفاقات المنعقدة بين إسرائيل وغيرها من الدول. أعتقد أنه يعني هذا متناقض مع ما تم التوقيع عليه، وهم الآن يتنصلون مما وقعت عليه حكومته. هذه الأجندة اللي حضرتك يعني أستاذ صلاح تحدثت حول بعض بنودها الآن والأهداف الخاصة بنتنياهو للوصول يعني الإخلال بالاتفاقات التي وقعت بين مصر وإسرائيل لضمان السلام في هذه المنطقة وفي محور فيلادلفيا تحديدا، كيف تنظر إلى هذه الأجندة التي يعني ربما القيادة السياسية المصرية تحدثت حولها وكان لها استباق في الرؤية حول ما يتم الآن على أرض الواقع؟ كيف كان لمصر وللقيادة السياسية أنها يعني رأت ذلك وأعلنته بشكل واضح أمام العالم أجمع منذ اللحظات الأولى لهذه الحرب على الأشقاء في فلسطين؟ طبعا موقف مصر كما أشرت لم يتغير منذ اللحظات الأولى لهذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. الآن مصر تتحدث بشكل واضح، وسواء يعني التصريحات التي يعني جاءت على لسان رئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة بأن القاهرة لن تسمح أبدا
بأي تواجد في محور فيلادلفيا من جانب إسرائيل، إلى جانب أن معبر رفح هو معبر فلسطيني من الجانب الفلسطيني. مصر رفضت تماما أن يكون هناك وجود إسرائيلي في معبر رفح، وما زالت مصممة على موقفها حتى الآن، وهي التي اعترضت على أن يكون هناك تواجد إسرائيلي سواء في محور فيلادلفيا أو في معبر رفح. والموقف المصري ثابت، لم يتغير ولن يتغير، لأنه هذه المواقف تأتي لأنه مصر طوال تاريخها تحترم تعهداتها وتحترم اتفاقاتها مع دول العالم، وهي التي وقعت اتفاقية سلام مع دولة إسرائيل، وما زالت محترمة لبنود هذه الاتفاقية، ووفقا للكثير من المعاهدات الدولية التي وقعت عليها الجميع دول العالم. هناك تعهد واضح بضرورة أن يتم احترام هذه المعاهدات وهذه الاتفاقات. فطبعا الموقف المصري موقف يسد إلى أن مصر دولة عريقة ودولة تاريخ محترم وتاريخ وفقا يعني الأخلاقيات الدولية وأخلاقيات القوانين الدولية، طوال تاريخها تحترم تعهداتها وتحترم اتفاقاتها. فبطبيعة الحال الموقف المصري في هذه الأزمة تحديدا موقف لديه من الثوابت الأساسية ما زال محتفظا بها وما زال مصرا عليها، حتى أن مصر دعت دول العالم إلى ضرورة أن يتم احترام الاتفاقات سواء من جانب إسرائيل أو غيرها من الدول. الموقف المصري ثابت ومصر على موقفها ولم يتغير ولن يتغير. إذن ما هي السيناريوهات المتوقعة في ظل هذا التعنت الذي دائما ما يقوم به نتنياهو بشأن مسارات التفاوض؟ نتنياهو يحاول الآن القفز إلى الأمام بإحداث أزمة جديدة أو أزمات جديدة، وهو الآن يحاول بالعمليات العبثية التي يقوم بها في دول محيطة ودول المنطقة، سواء يعني ما قامت به إسرائيل من استهداف لبعض القواعد العسكرية في سوريا. سوريا ليست طرفا في الحرب حتى الآن مع قطاع غزة، وما زال نتنياهو يستهدف بعض الأماكن الموجودة في سوريا، لا وهو بالعمليات العسكرية التي يقوم بها باستهداف بعض المناطق سواء في الضاحية الجنوبية من بيروت أو باستهداف رئيس حركة حماس أو المكتب السياسي لحركة حماس في طهران مؤخرا. هو يحاول أن يستحدث جبهات جديدة وأن يجبر الأطراف الأخرى على أن تكون لها حدود على هذه الاستهدافات. فبطبيعة الحال يحاول أن يورط الولايات بإعادة حقوق شأنها أن تهدد السلم والأمن، ليس فقط في المنطقة بل قد تهدد الأمن والسلم الدوليين بأسرهما، بدليل أنه لأنه نتنياهو أخفق في تحقيق الأهداف التي وضعت في المواجهة مع قطاع غزة، وبطبيعة الحال يحاول افتعال أزمات جديدة حتى يكون بمنأى عن المحاسبة، وهو ليس بعيد عن المحاسبة مع انتهاء هذه المواجهات الحربية سيكون نتنياهو معرض للمحاسبة. أخيرا أستاذ صلاح، يعني كيف تنظر إلى الموقف الأمريكي بشأن مسار التفاوض، وهل اختلف كثيرا عن المسارات التفاوضية السابقة؟ هو الموقف الأمريكي الآن يحاول البحث عن مخرج للأزمة الحالية بطبيعة الحال، لكن على أرض الواقع هناك دعم أمريكي ما زال مستمرا لبنيامين نتنياهو تحديدا، خاصة بعد الخطاب الذي ألقاه أمام الكونجرس الأمريكي. هناك دعم أمريكي وهناك سلاح يقدم لإسرائيل يستخدم ضد المدنيين وضد الأطفال، وهناك بالفعل دعم دبلوماسي أمام مجلس الأمن الدولي. فالموقف الأمريكي الآن في موقف لا يحسد عليه، لأنه الآن باعتبار أن الولايات المتحدة يجب أن تكون طرفا محايدا، أصبحت الآن طرف لاعب رئيسي بجوار إسرائيل وداعم رئيسي لإسرائيل، فأصبح تأثيرها تأثير يعني غير يعني الذي كان يجب أن يكون عليه عندما نتحدث عن طرف محايد أو طرف متوازن. الآن ينظر إلى دور الولايات المتحدة، خاصة أن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين كانت للأسف الشديد لم تحقق أهدافها من يعني إعادة إحياء مسار المفاوضات مجددا والعمل على تهدئة الموقف والوصول إلى هدنة أو تبادل للأسرى من الجانبين.
فأعتقد أنه على الولايات المتحدة الأمريكية أن تغير من نظرتها لهذه الأزمة ومن أزمات المنطقة بالابتعاد عن الدعم المطلق لإسرائيل على هذا النحو الذي نشاهده. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، على هذه المداخلة وهذه الإيضاحات. الموقف المصري من القضية الفلسطينية يحكم عدد من الثوابت التي لم تتغير على مدار سنوات هذه القضية، وهو الأمر الذي أكسبه القوة والمصداقية داخليا وخارجيا. المزيد في سياق هذا التقرير نتابع. على مدار عقود ومنذ عام 1948 ظل دعم مصر للقضية الفلسطينية ثابتا وكبيرا، فارتباط دائم تمليها تبارة الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم، دعم جوهره أن السلام العادل والشامل وتحقيق الأمن المستدام من أجل تسوية حقيقية قائمة على حقن دماء الفلسطينيين بعيدا عن تصفية القضية الفلسطينية، والعمل على الحفاظ على الحق الفلسطيني في الأرض وحماية أرواح المدنيين وتوفير الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية. الرؤية المصرية تقوم على ضرورة تحقيق مبادئ الشرعية الدولية وكذلك حل الدولتين القائم على حدود يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ومن هذا المنطلق برز الدور المصري في القضية كركيزة استقرار المنطقة، فاتخذت القيادة السياسية خطوات واضحة وحاسمة من خلال التواصل مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بجانب الأطراف الإقليمية والدولية لضمان التوصل إلى حلول عاجلة على المستوى الإنساني والسياسي. وعقب إعلان الاحتلال فرض الحصار على غزة بعد عدوانه في 7 أكتوبر الماضي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم المساعدات والإغاثة العاجلة للقطاع، فتسرعت خطى كل مؤسسات الدولة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني لحشد المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة وتقديم كل ما يحتاجونه من مساعدات سواء طبية أو غذائية أو غيرها. وبالتزامن مع فتح مصر معبر رفح لمدار 24 ساعة، حددت مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية من الدول ومنظمة الإغاثة وتوصيلها للقطاع في ظل حالة الحصار التي فرضها الاحتلال على المدنيين. إلى جانب ذلك أكدت مصر مراراً رفضها لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، وسعى كذلك إلى خلق رأي عام إقليمي وعالمي داعم لهذا الموقف ومؤيد لحق الفلسطينيين في أراضيهم وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة. وتجلى الموقف المصري في العمل على الحشد الدولي لتوضيح مفهوم القضية الفلسطينية في ضوء القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، وذلك على الصعيد الدبلوماسي واللقاءات الثنائية والقمم الدولية، بجانب التنسيق مع الجهات الفاعلة دوليا لتبني قرارات لصالح القضية.
موقف واضح وحاسم اتخذته مصر منذ اللحظة الأولى لاندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، معلنة رفضها القاطع للعقاب الجماعي والإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة. المزيد في سياق هذا التقرير. منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومن أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني ورفع العدوان الجائر، لم تتوقف اتصالات الرئيس السيسي مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل وقف الحرب على غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الفلسطينيين في القطاع المحاصر. وفي هذا السياق أكد رئيس السيسي خلال اتصالاته مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، فضلا عن ضرورة العمل على ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره عبر إنفاذ الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وذلك للحيلولة دون تفاقم الصراع وإرساء الاستقرار والتعايش بين شعوب المنطقة. تلك المواقف المصرية الحاسمة لقت إشادات دولية وأممية واسعة، والتي جاء على رأسها تأكيد السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديره لدور مصر الإقليمي كركيزة محورية للاستقرار. كما أشاد غوتيريش بعد زيارته إلى معبر رفح بجهود مصر الضخمة لقيادة وإدارة عملية إيصال المساعدات إلى أهالي غزة على الرغم من العراقيل والصعوبة الشديدة التي تضعها إسرائيل أمام تلك العملية. ليس ذلك فحسب، بل أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا أن مصر عملت على مدار الأشهر الماضية على إنشاء شريان حياة إنسانية إلى غزة، مثمنة الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر من أجل إنفاذ أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المواطنين بالقطاع. وفي الوقت نفسه أكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورغ أن معبر رفح البري كان بمثابة شريان حياة لأكثر من 2,300,000 مواطن فلسطيني محاصر داخل قطاع غزة، مثمنا الجهود المصرية في إدخال المساعدات واستقبال المصابين بمستشفيات العريش. اتصالات وجهود مصرية على أعلى مستوى قدمتها مصر وما زالت مستمرة في تقديمها من أجل وقف إطلاق النار ورفع العدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل، في وقت لم تتوقف جهود مصر على الصعيد الإنساني من أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع المحاصر. ألتقيكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا.
أهلا بحضراتكم مجددا. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 69 شهيدا و212 إصابة. وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 40,334 شهيدا ونحو 93,356 مصابة. هذا واستشهد 37 فلسطينيا وأصيب العشرات في قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة. ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت عدة مناطق من بينها خيام النازحين في غرب وشرق ووسط مدينة خان يونس، مما أسفر عن استشهاد نحو 23 فلسطينيا وإصابة آخرين، بينما انتشلت فرق الإنقاذ 3 شهداء في مدينة رفح الفلسطينية. وأضافت أن 11 فلسطينيا استشهدوا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة. هذا وكشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف عن وجود نحو 19,000 طفل يتيم في غزة، وذلك بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع. قال المتحدث باسم المنظمة إن هناك نحو 1,900,000 نازح في غزة، وبالتالي فإن العدد التقديري هو 19,000 من الأطفال قد يكونوا أيتاما أو أبعدت الحرب والديهم. حذرت منظمات إغاثية دولية من أن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة يعيق عمليات الإغاثة. هذا وأوضحت المنظمات أن 17 مؤسسة صحية بالقطاع تضررت بشدة نتيجة لأوامر الإخلاء الإسرائيلية. في رحلة النزوح بغزة تطارد أوامر الإخلاء الإسرائيلية المتكررة الجميع، بما في ذلك أعمال الإغاثة، الأمر الذي يضاعف المأساة بالقطاع المنكوب. ذلك ما حذرت منه منظمات إغاثية دولية، والتي أكدت أن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة يعيق عمليات الإغاثة، لا سيما أن مدينة دير البلح وسط قطاع غزة التي تتوفر فيها البنية التحتية والمستودعات لتخزين المواد الإغاثية الأساسية في غزة سيتم إخلاؤها بشكل إجباري بأمر من الاحتلال الإسرائيلي. سبع وعشرون منظمة إغاثية دولية نبهت في بيان مشترك بأن ما يسمى أوامر الإخلاء التي أعلنتها إسرائيل تعرقل عمليات المساعدات الإنسانية لعدد كبير من المنظمات غير الحكومية. ولفت البيان إلى أن التهجير القسري الذي قامت به إسرائيل لسكان خان يونس جنوباً ودير البلح خلال الفترة من 8 إلى 17 أغسطس الجاري أثر على عمل 17 مؤسسة صحية، مؤكدة أن عمليات التطعيم الحيوية ضد شلل الأطفال ستتأثر أيضاً بهذه الممارسات. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، أصدرت إسرائيل قوة الاحتلال بين 1 يوليو و21 أغسطس الجاري 16 أمر إخلاء، في حين تم تهجير ما يقدر بنحو 213,000 فلسطيني قسرا من بداية أغسطس إلى 16 من ذات الشهر. وتقول مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن ما يقرب من 90% من سكان قطاع غزة نزحوا منذ أكتوبر عام 2023، وفي ظل حرب الإبادة التي يشهدها القطاع
تواصل إسرائيل تجاهل قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة. وختاماً نتقبل تحياتي أنا أخو محمد، إلى اللقاء.